يتولى في هذه النزلة مؤازرات والنيابة عن الضحية المشتكية في هذه النزلة. هذه النزلة التي يعني شغلت رأي العام، ويعني الملف أصبح الآن محطة مناقشة من ناحية قانونية أمام المحاكم، وكذلك مناقشة من طرف الرأي العام. نتمنى كدفاع، ونحن لنا يعني تجربة متواضعة في هذا النوع من الملفات، أن لا يتم استغلال وسائل الإعلام من أجل الضغط على القرار الذي يمكن أن تصدره المحكمة. لا يمكن أن نستغله. لماذا؟ لأننا المبدأ اللي عندنا هنا في المحاكمة هي المحاكمة العادلة، وأن الطرفين في كفة متوازنة، وأن القضاء هو الذي سيقول الكلمة. الآن الملف، أي مناقشة، أي كلام صادر الآن يعتبر سابق لأوانه. الملف لا زال الزملاء الآن يسجلون النيابة والمؤازرة. يالله الآن الناس كيجيو باش يتكلفوا بالدفاع عن الطرفين، فلا يحق لنا مبدئيا أن نقول ونستبق الأحداث ونبدأ يعني نقول نلقي بالثقل على الملف ونتخذ مواقف معينة ونصدر أحكام مسبقة. الملف لا زال في أوانه وهناك ضحية. نحن كدفاع لسنا ضد حقوق الإنسان، ويجب أن لا يفهم الأمر على ذلك، وإنما الأمانة ديال الدفاع أنه يدافع عن حقوق الإنسان ويدافع عن مصالح الأطراف الذين وكلوه بهذه الأمانة، بغض النظر عن موقف ذلك الطرف. لأن أي إنسان، القضاء عندما يصدر حكما باتا ونهائيا آنذاك يمكن أن نقول بأن هذا الشخص مخل أو غير مخل. قبل ذلك فالناس كلهم في نظر القانون هم أبرياء وهم يعني غير مدانون. هذا هو اللي نريد أن نؤكد عليه، أن الجلسة الآن داس في جو يعني عادي جدا، رغم أن كانت هناك بعض يعني تسنجات، ولكن هذه ناتجة عن بعض يعني سوء فهم وجهة النظر من طرفين، وأعني العموم فيما يتعلق بتنظيم القاعة. أما السادة المحامون فكانوا يعني المتعاونون فيما بينهم، وكانت الأمور دايزة بسلاسة، والآن تأخر الملف من أجل إعداد الدفاع من ناحية، وتأخر من ناحية أخرى حتى تستطيع المتهمة المثول أمام المحكمة ومناقشة الملف مع المحكمة، نظرا لوجودها في إجازة مرضية أدلى بها الدفاع ديالها اللي يعني تتضمن العزل لمدة 15 يوما. أتمنى أن يناقش هذا الملف في أريحية. أتمنى أن جميع الأطراف يصلون إلى الغاية المنشودة، هي تحقيق العدالة، لأن ما يثلج الصدر في بلدنا هذا هو أننا في كل نازلة وفي كل واقعة إلا ونجد بأن المواطن المغربي أصبح مسؤول وأصبح يبحث عن الحقيقة وأصبح يجهر بالحقيقة. وكذلك نقدم الشكر لجميع وسائل الإعلام بغض النظر عن المنابر، لأنها تواكب هذه الملفات، وغرضها ليس إلا غرضا ويعني يهدف إلى المصلحة العامة، غرض يهدف إلى إعطاء المواطن ذلك تلك الكرامة دياله في هذا البلد الطيب. إذن نحن هذا وما يمكن أن نقول، الملف تأخر، أي كلام سابق لأوانه، نحن متساوين أمام القضاء ولا بد أن يقول الكلمة دياله، ونتمنى أن يفك هذا الملف أو يحلف هذا الملف في إطار يمكن أن نقول أنه نتمنى نحن كدفاع من وجهة نظري الشخصية أن يكون في إطار ودي يحفظ الكرامة للجميع ويحفظ الحقوق للجميع.